علي انا نعرف انا كي نشوف حسين جنات يتكلم برزانه دائما نهضر برزانه على بالماضي سي امبوسيبل لازم هكا بالعكس تكير. بالعكس معزوز انت اللي كنت تهضر مش على بالماضي لا باسكو كنت حاربت انت في وقت ماضي حاربت بالماضي في الوقت بالماضي. اللي انا كنت ندافع على بالماضي شوف انا ما عندي حتى اشكال مع بالماضي انا عندي اشكال انت اللي كانوا ينتقدوا بالماضي ياك وكي جا وليد صادي سكتوا ما يقدر واحد يعقدني باسكو انايا سقساوني في واحد ليميسيون هيا انا هيا اليوم نهضروا لا فيريتي الشعب يحب لا فيريتي انا واحد ما يحكمني بالفار باسكو انا كي نجي لهنا نعطي رايي ما نعطيش راي تاع الاخرين فهمتني انا سقساوني على ليبوك نيتي با سيليكسيوني سيليكسيوني ناسيون هكذا كانت ليميسيون في واحد القناه ما سيتيوهاش كان مراد بوطاجين حاضر الي تيموان بدينا نهضروا على لي بروفيل تاع لي زونترينور انا كنت ندافع على البروفيل تاع ماجير ضاير حتى كمدرب ياك دافعت على ماجير اليوم كي ندافع على على بالماضي الناس اللي يعرفوني على بالهم باللي كندافع على المدربين اللي عطاو الفريق الوطني الحمد لله سقساوني شكون البروفيل اللي مليح انا دافعت على البروفيل تاع رابح ماجير تاع رابح وقال لي علاش بالماضي قلت له انا بالماضي نعرفوه اون طونك جوار الى في ان سال كاركتير هكذا بورماتريكو شوف ان جورناليست كي سي ريسبكت انا انتقدت اللاعب ياك اللاعب جمال بالماضي هذاك الوقت بالماضي ولا مدرب وطني نحاسبو اون طونك جوار ولا نحاسبو اون طونك اونترينور اونترينور ولا نحاسبو اون طونك جوار نكمل في الانتقاد ولا راني نشوف السيد هذا ويخدم يس دون افون لي ريزولتا كاين وانا ننتقدو صافي ما عرفتش واش راني ندير نفس الشيء نعطيك ليكزومبل تاع بالليلي من بالليلي ما نجبدو واش دار جبدو كيفاش كانوا يقولوا ولا تاع الصغير مصطفى معزوزي انا ما رانيش ندافع على الشخص تاع بالماضي انا راني ندافع على المدرب الوطني اللي راهو يتعرض لحد الساعه الى 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 حرب قذره ماشي سبورتيف فهمتني وانا نحيي والله نحيي باسكو حبسنا هذه الحرب والله غير كان ماشي وليد صادي والله غير مازالت الحرب شكرا لك مصطفى معزوزي نعاودوا نولوا للجانب كره القدم لا نهدر انت تكلم انا بالماضي اسمع انا بالماضي عمري ما كان عندي مشكل معه انا في الوقت انا كي راني نقول له انت انتقدته في وقت ما لما كان معزوزي ينتقد جمال بالماضي انا كنت ندافع على جمال بالماضي رغم انه ما كانش مدرب المنتخب الوطني انا ذاك الوقت كنت ننتقد في رابح ماجر ونقول بان المدرب الوحيد اللي والمنا المنتخب الوطني هو جمال بالماضي انا ما نهدرش اليوم على جمال بالماضي كلاعب عندنا تاريخ تاع جمال بالماضي كيفاش بدا وكيفاش خرج من المنتخب الوطني انا نهضر على جمال بالماضي كمدرب انا لما كنت نقول بان جمال بالماضي هو اللي والم المنتخب الوطني لان جمال بالماضي كان دار نتائج سواء مع الانديه في قطر او مع المنتخب الوطني انا ذاك الوقت انا كنت ندافع عليه ذاك الوقت مصطفى معزوزي كان ضد جمال بالماضي كان ينتقد في جمال بالماضي انا ذاك الوقت كنت نشوف بان تسمع يخليني ياك تهضر خليني نهضر ولا نوب وهكذا لا نوب دوك انا خليتك هضرت انت قلت واش تحب انت هضرت لا انت هضرت قلت واش تحب لا ما انتقدش انتوما راكم حسين عدو جمال بالماضي لان حسين خرج التشكيله هذه اللي راكم تقولوا حسين انا جيبوا لي بلاطو اللي انتقد فيه جمال بالماضي انا هدرت على حاجه قلت بان جمال الماضي مادام راهو خدام في الجزائر من المفروض يقعد في الجزائر هذه قلتها ونعاودها وما زلت نزيد نعاودها هذه ما تعتبرش انتقاد هذا رايي يا اخي لانني انا شفت ماكش بريزيدون فيدراسيون ما تقوليش ماكش بريزيدون يسمعني سكتو يسمع خلو بريزيدون فيدراسيون جا نهضر لا ما قلتلكش نديرو ليكيب انا عمري ما قلت بالماضي علاش استدعى فلان وما استدعاش فلان انا تسمح لي في 2019 اليوم راكم تهضروا على سليماني في 2019 انا واحد اللي كنت من اشد المدافعين على سليماني وقديورا الانتقادات اللي تلقاهم في 2019 قبل كاس افريقيا للامم في مصر ما يعلم بها غير ربي حسين جناد اللي كان في لي بلاطو يدافع على سليماني لكي نعود الى موضوع نقاشنا